الجهة اليسرى جوردي ألبا، بوسكيتش وسط الملعب، فرانكي سي، فرانك دي يونغ، وجافي حاضرا متواجدا. المقدمة بشكل كبير ستكون لفيران توريس الذي يأتي على حساب رافينيا، وكذلك روبرت ليفاندوفسكي هداف الليغا برصيد 15 هدفا. عموما هذا برشلونة، وهذه هي الحكاية بعد الخروج الأوروبي المحزن بالنسبة له، لكنه اليوم يريد أن يعوض ذلك. اليوم عليه أن يثبت أولا محليا أن يأتي بلقب غائب لثلاث مواسم بالنسبة لبرشلونة، لأنه آخر ما تأتي من جوردي ألبا وتعود بعد ذلك. إلى الآن لم يحدث هذا الأمر، وهناك الكرة تبعد، هنا بوسكيتش العائد من الإصابة تواجد في لقاء مانشستر يونايتد، ويأتي جوردي في الجهة اليسرى يلعب الكرة العرضية المرية أن ينتصر، لكن هذه هي كرة جاءت، هذه كرة فرانكي يلعب راس سيرجيو روبرتو، وفرانكي دي يونغ يتدخل ويسقط في أرضية. شوف اليوم 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 يعني فيما هو غادم، رغم انه ابتلال توريا يلعب الكره العرضيه والمحاوله للكره الاماميه والكره التي تبعد من دفاع جود روبرتو يلعب الكره وين؟ بعيده تماما الى خارج ارضيه، ولذلك مهمه اليوم الانتصار ستكون الثاني، لكنها تبعد من امام جوردي والمحاوله لكسب هذه اللقطه، ولكن حكم اللقاء يرى بان هناك خطا على فيران عمق بشكل ممتاز. بار الله على جو، يعني الامور تصبح صعبه، تجد جو ارضيه الخطيره، وهنا راسيه سيرجي روبرتو الى خارج ارضيه الملعب. روبرتوني هنا، حل جوردي، عمل جوردي، ارضيه جوردي تبعد من إريك غارسيا، تدخل قاسي على بائل فرانكي سيكي، لكن هناك رايه وتسلل رايه. الان تنقل في الجهه اليمنى والابعاد ينفذ، ضغط ياتي من فرانكي دي يونغ، صافره من حكم لقاء، خطا موجود لمصلحه المريا، موسم في اماكن تسبب له مشكلة. جوردي دانا لبلان تورو يسجل، لعب اول اهداف المريا، يفعل ذلك لبلال ويسجل في مرمى برشلونه بعد كره جميله وبعد هدف غايه في الجمال والروعه. خلاص اصبح الفانق 10، قال لسه ما صار 10، هل يفعلها المريا. هذه الكره الان تلعب عاليه على مستوى القائم الثاني، خطيره، ومارك تير شتيغن ايضا يبعد كره اتت من اللاشئ. الهدف هنا، لدينا الكرة التي تلعب أمامي لك، آخر محاولة خطيرة للغاية ورأسية لعبت بعيدة تماما عن مرمى لجوردي ألبا. عليك أن تقرأ زملائك، إلى الآن في الخمسين ومشكلة. هذا جوردي، حلول جوردي، عرضية جوردي، والكرة التي تبعد، شوف كرة الآن فيران توريس في الجهة اليمنى، الآن فيران، عرضية فيران، والكرة إلى حارس المرمى فرناندو مار. جهة اليسرى جوردي ألبا، تدخل موجود، ما تقدم مباراة، هذه رأسية إريك غارسيا محتسبة لبرشلونة، وهنا لدينا الله، لكن هناك راتي بشكل ممتاز فرانك كيسه، ونتوهق ببطاقة حمراء، وقلنا الحكم في إقليم برشلونة كاتالونيا. هذه كرة في الجهة اليمنى، توريس عالية إلى من؟ إلى ليفا، ورأسية ليفا إلى خارج أرضية الملعب. كيسه إلى تو المرية، المركز التاسع عشر في الخلف، مسألة الضغط، إريك غارسيا، ولدينا خطأ لمصلحة إريك غارسيا، خطا الامام فيران تمرير عيد الى فرانكي خطيره، والراسيه التي دون خطر كبير، هذه حلوه للغايه، وتدخل روبرتو، والكره الى خارج ارض بلال إريك غارسيا حاضر موجود، ولدينا التي تنفذ، تصل جافي، يحاول جافي الابعاد، وصلت الى جوردي، ينقل الكره الى الماريه، كره في الجهه اليمنى خطيره للغايه، طلعت جوردي ينقل الكره الاماميه خطيره،
ولكن عملية الاستلام إلى خارج أرضية. وصلت الآن فرانكي خطرة لمصلحة متواجدة في الخلف. هنا لدينا كرة أمامية من رف جافي إلى من؟ جافي في المساحة، جافي إلى روبرتو، والكرة تبعد إلى خارج أرضية الملعب. خلاعب بالقوة الهجومية الموجودة، هذه لدينا الكرة الآن تلعب مقوسة لكنها تبعد من فرناندو. يسرى ناحية فرانكي ديونغ، وخطأ يأتي الآن بعد محاولة المرور. ها الصفارة، هذه لدينا الكرة الآن تلعب عالية، تحولت في المساحة الكرة التي تلعب جاية. المرور الموجود، دخول منطقة الجزاء، إذا الخطر موجود، والكرة التي تعود وحدرة يعيدها إلى بوسكيس، لكن الكرة أيضا جوردي في الجهة اليسرى يلعب الكرة العالية، هذه صعبة. صنعة المرية رأسية موجودة، تحولت ولا زالت جافي يأتي للخط في هذا اللقب. هذه الكرة الآن في منتصف ملعب اللقاء، هذا موجود، والكرة التي تعود وحده، ودفاعاتي نعم. السادسة كرة تبعد خطوط، يبحث يعيدها إلى جوردي ألبا، عرضية مرتي إلى رافينيا، ممكن يمر رافينيا خطيرة. وين الكرة الآن؟ يبحث فرانكي في المساحة، وين؟ بعيد باسيلي، ولا زالت الكرة الآن. النقلة ناحية فرانكي ديونغ، يفضل لعب الكرة العرضية، ورأسية رافينيا إلى خارج أرضية الملعب. جوردي ألبا يلعب الكرة الأمامية الطويلة إلى حار، يضيف لبرشلونة فيما هو قادم. شلون يكون متسللا؟ عرضية بعيدة، وين؟ ما سيرجيو بوسكيتس لمصلحة البرسا، تنقل أمامية لكنها وين؟ أروخو الضغط لك، ما تخاف، تلك الأولوية. هذه لدينا الكرة، أو يبارك فيران توريس يلعب الكرة الأمامية، توريس هنا لدينا، الله